يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف يجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم للخطيب الذي قال ومن يعصهما فقد غوى، وبين قوله عليه الصلاة والسلام إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية؟ لأن الخطيب في كلامه إجمال، من يعصهما قد يفهم منه أنه لا يأثم إلا إذا عصى الله ورسوله جميعا، في حين أنه إذا عصى الله فقط أو عصى الرسول كن عليه الإثم، ليس من لازم ذلك أن يجمع بين معصية الله ورسوله. أما في الحديث الثاني فليس فيه إجمال ولا محذور. نعم.